بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى، ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت كتاب الصيام. وكنا قد توقفنا عند قوله باب تأخير قضاء رمضان. قال أبو داود رحمه الله باب تأخير قضاء رمضان، ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كان ليكون علي الصوم رمضان فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان. تقول عائشة رضي الله عنها: إن كان ليكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان. فبتذكر عائشة رضي الله عنها من خلال هذه الرواية أن قضاء رمضان أو قضاء ما فات من أيام رمضان فبيقضى من في خلال هذه السنة، يقضى في خلال هذه السنة قبل رمضان التالي، قبل رمضان القادم. وبالتالي نجد أن هذا الواجب من الواجب الموسع، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بما أقره وبما يستبين لنا من كلام عائشة رضي الله عنها أننا نقضي رمضان طوال شهر العام، نقضي ما فات منا من رمضان طوال شهر العام. وبالتالي كما تقول عائشة رضي الله عنها: فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان. يقول في ذلك الإمام النووي رحمه الله: وقد اتفق العلماء على أن المرأة لا يحل لها صوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه، بناء على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للمرأة أن تتطوع بصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. لا يجوز المرأة أن تطوع بالصيام أو لا تصوم صوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه، هذا حتى لا يفوت حظ الزوج من زوجته. فقد اتفق العلماء كما يقول الإمام النووي رحمه الله على أن المرأة لا يحل لها صوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه. ويقول في ذلك: وإنما كانت عائشة رضي الله عنها تصوم وتقضي عليها ما كان عليها من أيام في رمضان في شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم معظم شعبان فلا حاجة له فيهن حينئذ في النهار، ولأنه إذا جاء شعبان يضيق قضاء رمضان فإنه لا يجوز تأخيره عنه. يبقى بنجد أن عائشة رضي الله عنها هتقضي ما كان عليها من رمضان في شعبان، تقضي ما كان عليها في رمضان في شعبان، وأنه بالتالي هذا واجب موسع، أي أن وقت قضاء رمضان يبقى طوال السنة قبل أن يأتي رمضان التالي، فهذا وقت موسع كما هو معلوم. وبالتالي لما بيأتي شعبان تقوم عائشة رضي الله عنها بقضاء ما كان عليها من رمضان، قلنا لأن عند ذلك قد ضاق عليها الوقت، قد ضاق عليها الوقت، ولا يجوز تأخير قضاء رمضان حتى يأتي رمضان التالي، لا يجوز تأخيره حتى يأتي رمضان التالي، ولكن يؤدى قبل أداء رمضان التالي. قال: أن قضاء رمضان في حق من أفطر بعذر كحيض وسفر يجب على التراخي، ولا يشترط المبادرة به في أول الإمكان. قلنا طبعا أول زمن الإمكان يبقى بعد ما نفوت اليوم الأول من شوال، بعد ما نفوت يبقى عيد الفطر أو يوم الفطر، يبقى من اليوم الثاني من شوال، هذا هو وقت إمكان القضاء، هذا هو وقت إمكان القضاء. وبالتالي نجد كما يقول أن قضاء رمضان في حق من أفطر بعذر كحيض وسفر لم يفطر عمدا، فبيفرق العلماء بين من أفطر عمدا في رمضان ومن أفطر كنتيجة لعذر من الأعذار المعتبرة من جهة الشارع. قال: أن هذا الواجب الموسع وهذا الوقت الموسع هذا في حق من أفطر في رمضان بعذر من الأعذار التي اعتبرها الشارع، فكان عند ذلك القضاء على التراخي، هذا واجب على التراخي. وبالتالي المدة المسموح فيها لقضاء أيام رمضان
التي أفطر فيها كنتيجة ذلك العذر قلنا ممتد حتى قبيل رمضان الثاني، يمتد حتى شعبان، فيؤدي ذلك في شعبان قبل أن يأتي رمضان الثاني. أما من أفطر عمدا فواجب عليه المبادرة بالقضاء، يبقى نقول هذا واجب على التراخي، ده بالنسبة لمن كان له عذر، وهذا واجب على الفور لمن أفطر عمدا في رمضان، لمن أفطر عمدا في رمضان. ففرق العلماء بين هذين الأمرين وقالوا أن هذا الواجب على التراخي يقوم في حق من أفطر كنتيجة عذر من الأعذار التي اعتبرها الشارع كحيض وسفر. قال ولا يشترط المبادرة به في أول الإمكان، لكن يستحب، يبقى لا يشترط المبادرة به في أول الإمكان. قلنا أول زمن الإمكان من يوم الثاني من شوال، قلنا الآن ده بداية الصوم، فجاز أن نقضي ما علينا من رمضان إن كنا قد أفطرنا نتيجة هذا العذر أو أفطرت المرأة نتيجة العذر. نقول أول بداية أداء ذلك الواجب يكون من اليوم الثاني من شوال، قلنا ويمتد ذلك قلنا حتى نهاية شعبان، حتى نهاية شعبان. أما من أفطر عمدا فعند ذلك وجب عليه المبادرة بالقضاء، وجب عليه المبادرة بالقضاء. قال لا، لكن قالوا لا يجوز تأخيره عن شعبان الآتي، لأنه يؤخره حينئذ إلى زمان لا يقبله هو رمضان الآتي، فصار كمن أخره إلى الموت. لكن طبعا يبقى من أفطر بعذر يبقى له ذلك الواجب على التراخي، ونقول هذا واجب موسع، ولكن يقضي ذلك قبل انتهاء شعبان، يقضي ذلك قبل انتهاء شعبان. هنا ده بيتكلم على يبقى زمن القضاء، وبالتالي نقول واجب على التراخي، لكن يستحب فيه المبادرة، يستحب فيه المبادرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال بادروا بالأعمال سابقوا بالأعمال، وأن خاصة وقد انشغلت الذمة بذلك الأمر. يبقى المرأة لما يكون على حيض أو نفاس أو أفطر الإنسان كنتيجة عذر المرض أو السفر، يبقى نقول هذا واجب على التراخي، نقول المدة المسموح بها لقضاء ذلك الواجب يقول ممتد حتى نهاية شعبان، لكن نقول فلتسارع ولتبادر باستفراغ الذمة، فقد انشغلت الذمة بهذه الأيام، انشغلت الذمة فواجب عليه الإسراع حتى يقضي ما كان عليه رمضان، كما بينا قبل ذلك في مسألة إنسان عليه دين، والدين ده منجم أي مقسط على أقساط، الدين ده بيؤدى على أقساط، نقول الأفضل هو إفراغ الذمة، فقد انشغلت الذمة بذلك الدين، فيسعى إلى إفراغ الذمة من ذلك الدين. فإن كان عنده مال يستطيع أن يقوم بدفعه حتى لو كان لدفعة واحدة، قام بدفعه حتى يبرئ الذمة ممن شغلت به من ذلك الدين. كذلك أيضا يبقى ده نقول واجب موسع، وكذلك أيضا واجب على التراخي، لكن المبادرة والمصارعة هذا على الاستحباب أن يؤدي هذه الأيام التي كانت عليه مباشرة. قال داود رحمه الله تجب المبادرة في أول يوم بعد العيد من شوال. قال حديث عائشة هذا يرد عليه، يبقى قال إن هي فعدة من أيام أخرى كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فالبعض قال إن هو يجب عليه ببداية اليوم الثاني من شوال، لكن نقول حديث عائشة يرد على من قال أن هذا الواجب على الفور ويبدأ من شعبان، يبدأ من اليوم الثاني من شوال. نقول هذا زمن الإمكان أداء ذلك الواجب، ولكنه على التراخي وليس على الفور، ذلك في حق من أفطر كنتيجة عذر من الأعذار المعتبرة شرعا. وحديث عائشة رضي الله عنها يرد على من قال أنه واجب على الفور يبدأ من اليوم الثاني من شوال، لأن عائشة رضي الله عنها ذكرت أنها ما كانت تقضي ما عليها من رمضان إلا في شعبان، وطبعا هذا بإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطلع على ذلك الأمر، فأقر عائشة على ذلك. فنقول عند ذلك هذا واجب موسع، هذا واجب موسع. ويطرى يشترط فيه العزم على الفعل، هو واجب نقول على التراخي، هل يا ترى يشترط فيه العزم على الفعل أم لا يشترط فيه العزم على الفعل؟ قال الجمهور يستحب المبادرة به الاحتياط فيه، فإن أخره فالصحيح عند المحققين أنه يجب العزم على فعله، وكذلك القول في جميع الواجب الموسع. في الواجب الموسع لما يكون الواجب الموسع نقول زي بالضبط كده صلاة الظهر، صلاة الظهر ده نقول هذا وقت ممتد حتى العصر، وبالتالي نقول الواجب ده واجب موسع، وبالتالي بيتحمل غير أداء الفريضة. الواجب موسع يعني مش هنقوله الوقت ده مضيق بحيث أنه يتحمل الفريضة فقط، نقول مثلا رمضان ده واجب مضيق
رمضان واجب مضيق. نقول في أيام رمضان يبقى لا نصوم إلا رمضان، لا نصوم إلا رمضان، حتى لو رخص للإنسان أن يفطر في رمضان كنتيجة عذر السفر أو المرض فلا يشغل هذا اليوم بأيام صوم أخرى كصوم نذر أو صوم كفارة. نقول يبقى رمضان ده الواجب واجب مضيق، وبالتالي نقول لا يؤدي فيه إلى ذلك العمل ولا يتحمل أن يؤدي عملا آخر إلى جواره من صوم. نقول لما يكون واجب موسع يبقى نقول يتحمل أداء العبد الفريضة وغير الفريضة. لذلك إحنا مثلا في صلاة الظهر بنصلي سنة قبلية، نصلي سنة ولك أن تتنفل، يعني لك أن تتنفل ثم تؤدي الفريضة. فنقول واجب الفريضة ده واجب موسع، الواجب بتاع صلاة الظهر هذا واجب موسع، لأن من الظهر العصر هذا واجب، هذا وقت واحد، هذا وقت واحد، فالواجب هنا موسع. يعني بالضبط كده نقول المرأة مثلا تصلي، طبعا الرجال لابد من تأدية الصلاة في جماعة إلا إن كان من أصحاب الأعذار، ومن تخلف عن الجماعة بلا عذر يأثم كما قال العلماء. لكن بالنسبة مثلا للمرأة فعلى ذلك يا ترى تبادر في بداية الوقت، يبقى نقول والله أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما نجي نقول واجب موسع يفيد في إيه الواجب الموسع؟ نقول لها أن تؤدي الصلاة في بداية التوقيت، ولها أن تؤدي أيضا الصلاة حتى نهاية التوقيت. نقول ما فيش هنا وقت أساسا اسمه وقت ضرورة، كله بيبقى وقت اختيار من بداية الظهر إلى العصر. نقول الكلام ده بيفيد في إيه؟ بيفيد في إيه؟ نقول امرأة أخرت الظهر، نقول عند الساعة الواحدة مثلا، عند الساعة الثانية مثلا، فحاضت المرأة، حاضت، يا ترى تأثم؟ لا تأثم بذلك، قلنا لأن الوقت المسموح فيه أداء هذا الواجب ما زال ممتد في حقها. فإن عند ذلك إن مات رجل في ذلك التوقيت أو حاضت المرأة في ذلك التوقيت نقول لا تأثم، لا تأثم، أدي الواجب على التراخي. يبقى لا يأثم لو أخر ذلك الواجب، لكن الأفضل المبادرة، قلنا حتى نبرئ الذمة من ذلك، حتى نبرئ الذمة من ذلك الأمر. وبالتالي نقول لو إنسان ما توفي، يعني لم يقضي ما كان عليهم من رمضان، ونقول أنه توفي مثلا في شهر ربيع الأول، نقول والله إذا كان فيه فترة زمنية طويلة يستطيع أن يؤدي فيه ما كان عليهم من رمضان توفي يأثم؟ نقول لا يأثم، قلنا لأنه ما زال في حدود الوقت الذي سمح فيه الشرع أن يؤدي فيه القضاء، فلا يأثم بذلك. نقول ده مش مفرط، نقول طب ما كان عنده أيام، ده هو عليهم واحد مثلا، نقول عنده هنا أيام مضت وكان يستطيع أن يؤديها، نقول لا يأثم لأن ده واجب موسع ما زال في حيز الوقت الذي يؤدي فيه هذا القضاء، وبالتالي لا يأثم. مسألة التأثيم هنا نقول لا يأثم، على الرغم أنه هو كما سنعلم وجب على الأولياء، وجب عليه كان قضاء، واجب عليه قضاء، وبالتالي يصوم عنه الأولياء كما سنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا نقول هو مفرط، لا نستطيع أن نقول هو مفرط، قلنا لأن ما زال الوقت في حق ممتن. يبقى ده عشان مسألة التفريط، فهذا لم يفرط. المرأة لما حاضت كده بعد دخول الظهر بساعة ولم تصلي يبقى لم تفرط، مات رجل بعد دخول وقت الظهر بساعة هذا لم يفرط، قلنا لأنه لسه في الزمن الذي سمح فيه الشارع أن تؤدى فيه العبادة، فهذا وقت اختيار كله، وعند ذلك بدا لم يفرط في أداء لتلك الطاعة. فلذلك قال إنما يجوز تأخيره بشرط العزم على فعله، قال لكن هو من بداية الوقت يكون عازم على الفعل، يبقى بعد رمضان مباشرة يبقى عنده النية على قضاء ما فات من رمضان، لكن نقول إن هو مسموح له إن هو يؤدي ذلك في أي توقيت حتى نهاية شعبان. قال واجمع على أنه لو مات قبل خروج شعبان لزمه الفدية، واجمعوا على أنه لو مات قبل خروج شعبان لزمه الفدية في تركته عن كل يوم مد من طعام، هذا إذا كان تمكن القضاء فلم يقضي. فأما من أفطر في رمضان بعذر ثم اتصل عجزه فلم يتمكن من الصوم حتى مات فلا صوم عليه ولا يطعم عنه ولا يصوم عنه. بدي في المسألة كده ننتبه إليها، قال أجمع العلماء على أنه لو مات قبل خروج شعبان لزمه الفدية في تركته عن كل يوم مد من طعام، قال هذا إذا كان تمكن القضاء فلم يقضي. يبقى نقول إنسان كده أفطر في رمضان كنتيجة عذر مثلا المرض، نتيجة عذر المرض، يقول انتهى رمضان ومضى أيام وكان يستطيع أن يؤدي فيها القضاء برئ من ذلك المرض، يبقى إنسان كده أفطر نقول مثلا 3 أيام في رمضان
وبعد ذلك بعد الانتهاء من رمضان نقول مضت مدة، هذه المدة كان يعني برئ ذلك الإنسان من المرض، وكان المدة دي يستطيع فيها القضاء. يبقى في الحالة دي لو مات بعد انتهاء مدة كان يقوى فيها على القضاء فلم يقضي، نقول لا يأثم لأنه غير مفرط، وأن الآن وقت القضاء ما زال ممتدا في حقه. لكن احنا بنتكلم على مسألة يا ترى يقضى عنه الأيام أم لا، صام عنه وليه أو حنطعم عن كل يوم مسكين، حنطعم عن كل يوم مسكين. قلنا إنسان أصيب بمرض، وهذا إنسان أصيب بمرض ونقول هو أفطر 3 أيام في رمضان، قبل انتهاء رمضان توفي ذلك الرجل، أو نقول إن هو بعد رمضان امتد به المرض حتى توفي، نقول قعد شهر آخر وبعد ذلك توفي، يا ترى يبقى عليه إيه هذا الرجل؟ يبقى نتخيل كده إنسان أفطر 3 أيام من رمضان وقبل انتهاء رمضان توفي هذا الإنسان، توفي هذا الإنسان، يبقى ترى عليه إيه؟ هل يبقى عليه هذه الأيام الثلاثة يصوم عنه الأولياء أو يخرج عنها فدية، ولا لا صوم عليه ولا فدية؟ نقول هذا الرجل يعني إن كان يعني أصيب بمرض يرجى له البر غير الأمراض المزمنة، يبقى لو كان أصيب بمرض يرجى له البر فمات قبل انتهاء رمضان يبقى لا شيء عليه، لا صيام ولا إطعام، لا صيام ولا إطعام. نقول أصيب بمرض لا يرجى له البر في حق ثبتت الفدية، في حق كده ثبتت الفدية، قلنا زي بالضبط كده رجل كبير في السن، هذا الرجل طبعا عليه فدية لو أفطر عليه فدية، نقول أن الشارع رخص له في الفطر فإن أفطر يبقى عليه الفدية، عليه الفدية. لكن لو كان هذا رجل من أهل الصيام ونقول أفطر في أيام وقبل القضاء رمضان مات، يبقى نقول ده من أهل الصيام، عند ذلك لا فدية عليه ولا صوم. نقول رجل أصيب بمرض وانتهى رمضان وامتد به المرض وهو من أهل الصيام، لو مات قبل أن يتمكن من القضاء يبقى لا صوم عليه ولا فدية، يبقى يسقط عنه كل شيء، لا صيام ولا فدية، لا نقول لأولياء أنهم يصوم عنه ولا نخرج من ترك ذلك رجل يعني فدية إطعام مسكين، قلنا لأنه من أهل الصوم ولكنه لم يتمكن من القضاء، قلنا كنتيجة استمرارية ذلك المرض به، فلذلك كما يقول هذا إذا كان تمكن القضاء فلم يقضي. أما من أفطر في رمضان بعذر ثم اتصل عجزه فلم يتمكن من الصوم حتى مات، قال فلا صوم عليه ولا يطعم عنه ولا يصام عنه. وأن الكلام ده لو كان هذا رجل من أهل الصيام، ولكن ده أساسا لو كان من أهل الإطعام أساسا قلنا كنتيجة امرأة عجوز أو هذا شيخ كبير يبقى ده من أهل الفدية، هذا ليس من أهل الصيام، فيبقى على ذلك نقول لو امتد به المرض هو من أهل الفدية أساسا فكل يوم بيفطره يبقى عليه فدية، فعلى ذلك بعد الأيام التي افطرها هنخرج عنه الفدية، غير الحالة دي لما أفطر بعذر والعذر ده كان ممتدا فعجز عن القضاء ومات بذلك المرض، يبقى هذا ليس عليه شيء إن كان من أهل الصيام، إن كان من أهل الصيام. قال وراد قضاء صوم رمضان ندب مرتبا متواليا، فلو قضاء غير مرتب أو متفرقا جاز عندنا وعند الجمهور. قال أن اسم الصوم يقع على الجميع، لما إنسان أصيب بمرض أفطر هذه الأيام الثلاثة على التوالي، يا ترى يقضي الأيام بنفس الصورة، هيقضي الأيام بنفس الصورة على التوالي ومرتبة، ولا من الممكن أن تكون متفرقة؟ يعني أقول عليه 3 أيام لازم الأيام الثلاثة دي يقضيها كده متتالية، ولا من الممكن أن يقضي هذه الأيام متفرقة؟ نقول على ذلك جاز له أن يقضي هذه الأيام على التفريق، لأن الوقت المسموح به في القضاء نقول وقت ممتد إلى شعبان، فلو صام يوما في المحرم صام يوما في ربيع صام يوما في شعبان يبقى عند ذلك نقول أدى ما عليه، إن المهم قبل انتهاء شعبان يكون قد أدى عدد الأيام التي أفطرها، فليس بالحتم واللزوم أن تؤدى هذه الأيام على الترتيب. البعض قال إن رمضان بيؤدى على الترتيب وبالتالي هذه أيضا تكون على الترتيب والتوالي، لكن نجد أن الشارع وسع لنا ذلك الواجب، وسع ذلك الواجب فلا نقوم بتضييقه، ولكن نقول سواء على التوالي أو على التفريق في كلا الأحوال يقع على ذلك اسم الصوم وعليه قضاء في هذه الأيام. بالضبط كده زي كفارة اليمين، لما الإنسان يحنث في يمينه وعند ذلك لم يتمكن لا من إطعام ولا من كسوة ولا من عتق رقبة، نقول ثبت في حقه صوم 3 أيام، يا ترى الأيام دي متتابعة ولا متفرقة؟ ساعة
سواء كانت متتابعة أو متفرقة، في كلا الأحوال إن أمضى هذه الأيام متفرقة مجتمعة يبقى عند ذلك نقول قد أدى ذلك الواجب الذي عليه. قال أيضا فيه حجة أن قضاء رمضان ليس واجبا على الفور خلاف لداود في إجابة ثاني شوال أنه آثم متى لم يقضي، أقول هو يرفع عنه الإثم لأن هذا واجب موسع، فإن مات قبل القضاء نقول لا يأثم وهو ليس من المفرطين، وإنما عنه طبعا نقول كانت عنده القوة على القضاء نقول، ولكن ما زال الوقت ممتد في حقه، الشارع مد الوقت في حقه فلا يأثم ولم يفرط بذلك، ونقول يجب على الأولياء أن يصوموا عنه أو الإطعام، لكن نقول في حق ذلك الرجل هذا الرجل لم يأثم وكذلك لم يفرط، لم يأثم ولم يفرط. ولذلك قال إن البعض لما قال وجب بثاني أيام شوال نقول هذا هو بداية زمن الإمكان، لكن لا يجب على الفور، وجب على التراخي، قلناك نتيجة أن هذا الفطر كان لعذر من الأعذار التي اعتبرها الشارع، أما الواجب الفوري فده حيطبق على من أفطر في رمضان بغير عذر من الأعذار. لذلك عقب بعد ذلك الإمام أبو داود رحمه الله الترجمة الثانية قال باب في من مات وعليه صيام، باب في من مات وعليه صيام. قال في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه صيام صام عنه وليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام عليه صيام صام عنه وليه. كذلك أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصح أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، النظر إن كان عليه نذر قضى عنه وليه. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصح فقال أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، هذا رجل مات في رمضان ثم ولم يبرأ من ذلك المرض، قال أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن نظر وإن قال أو إن كان أو نظر نظرا أو كان عليه نذر قضى عنه وليه، هذا كلام ابن عباس رضي الله عنهما. فذكر الرواية الأولى رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت من مات عليه صيام صام عنه وليه، صام عنه وليه. قال الإمام الخطابي رحمه الله هذا فيمن لزمه فرض الصوم إما نذرا وإما قضاء عن فائت، بس أن يكون مسافرا وأيضا يقضي إن كانه القضاء ففرط فيه حتى مات، أو يكون مريضا فيبرأ ولا يقضي. قالت صام عنه وليه، صام عنه وليه، يبقى ده كلام صريح لو مات عليه فرض صيام. قال يبقى الرواية دي مطلقة مات عليه فرض صيام سواء كان من صوم رمضان أو صوم نذر أو صوم كفارة أو صوم واجب بصفة عامة، قال عند ذلك صام عنه وليه، ده عبارة كأنه دين انشغلت به الذمة، لو مات الرجل عليه دين يبقى عند ذلك بيتم قضاء هذا الدين عن طريق الأولياء، عن طريق الأولياء يبقى عند ذلك أيضا قالوا نوى لما مات انشغلت الذمة بذلك، انشغلت الذمة بذلك، فوجب على الأولياء أداء ما عليه من صوم كما يؤدون ما عليه من دين، وده مسألة فصلها بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما بيؤدي الأولياء الدين عن هذا المدين الميت فكذلك أيضا هذا كأنه دين انشغلت به الذمة، فوجب على الأولياء أن يقوموا بأداء ذلك الدين. فكلام عائشة رضي الله عنها بيطبق العلماء على الصوم على إطلاقه، صوم الواجب على إطلاقه سواء كان نتيجة فرض صيام رمضان أو النذر أو الكفارة أو أي صوم واجب وجب على ذلك الإنسان، فصام عنه وليه. قلنا الآن رواية مطلقة قال من مات عليه صيام، المقصود بالكلام ده الصيام الفريضة أو الصيام الواجب بصفة عامة، يبقى صيام الواجب، وأن صوم الواجب يبقى هو صوم رمضان أو قضاء رمضان أو صوم الكفارة أو النذر، يبقى ده صوم واجب. قال صام عنه وليه، يبقى رواية تحمل على إطلاقها، يبقى لو مات هذا الرجل وكان عليه صوم فرض أو واجب يبقى وجب على الأولياء بنص هذه الرواية أن يتحملوا عنه ذلك الصوم، سواء بقى صاموا عنه أو أطعموا عنه، سواء أطعموا عنه أو صاموا، كلمة صوم دي كلمة مطلقة تنطبق على الصوم، صوم الأولياء عنه أو إطعام الأولياء عنه، أو أطعام الأولياء عنه، يخيرون بين هذين الأمرين، إما أن هم يصوم عنه يبقى ما فات من ذلك الصوم الواجب، أو أن هم يطعموا عنه كحال حال أنه أساسا
العاجز عن الأداء، يبقى بيؤدي ذلك عن طريق الفدية. فقال الإمام القطبي رحمه الله: هذا فيما لزمه فرض الصوم إما نذرا وإما قضاء عن فائز، أن يكون مسافرا ويقضي بإمكانه القضاء ففرط فيه حتى مات، أو يكون مريضا فيبرأ ولا يقضي. كنون يعني هنا صار بيأسم، نقول لا يأسم، لأن الواجب طالما واجب موسع في حقه، لكن نقول يستحب المبادرة، يستحب المبادرة. زي بالضبط كده مسألة الجنابة، يا ترى وجب على الجنوب رفع الجنابة على الفور؟ نقول لا، لا يجب عليه رفع الجنابة على الفور، ولكن إمتى بيجب رفع الجنابة؟ قلنا لما يأتي للقيام بفعلة لا يؤديها إلا برفع الحدث، فوجب عليه مثلا حان وقت الصلاة، يبقى وجب عليه عند ذلك الاغتسال من الجنابة. قبل ذلك نقول يبادر، يستحب، يبقى يستحب في حق الإنسان على جنابة، قلنا يستحب في حق رفع الجنابة. لكن إمتى تجب؟ نقول بقى عند الصلاة، أو عند إرادة مس المصحف، أو عند الطواف، أو عند المكث في المسجد. يبقى أي فعل من الأفعال التي يشترط فيها رفع الحدث وجب عليه أن يرفع الحدث عند ذلك، لكن قبل ذلك على الاستحباب هنا نفس القضية، نقول وجب عليه قضاء الأيام دي، يستحب على الفور، ولكن هذا الواجب نقول وقته موسع كما بينا وكما بينا الروايات. فلو مات قبل وتمكن القضاء، فمات قبل القضاء صام عنه وليه. قلنا لو مات يبقى قبل أن يتمكن من القضاء يبقى لا شيء عليه طالما كان من أهل الصيام، فإن مات بعدما تمكن من القضاء ولم يقضي يبقى نقول عند ذلك لا يأثم، قلنا لأنه مازال في الوقت الذي يعني رخص فيه الشارع أن يؤدي فيه تلك العبادة، فلم يكن هذا نوع من أنواع التفريط، لكن نقول هو تباطأ في التنفيذ، وكان الأولى المصارعة. قلنا الآن الأعمار غير مأمونة أن يأتي الإنسان الموت عند ذلك. قال أيضا قال وقول آل قال وقال يصوم عنه وليه، قال الإمام أحمد رحمه الله يصوم عنه وليه، وهو قول آل الظاهر. تولوا بعض العلم قال معناه أن يطعم عنه وليه، فإذا فعل عنه فقد صام عنه، وسمى الإطعام صياما على سبيل المجاز والاتساع إذا كان الطعام قد ينوب عنه، ومنه قول الله عز وجل أو عد ذلك صياما، فدل على أنهما يتناوبان في الحكم. نتكلم على مسألة صام عنه وليه، يعني صام عنه يعني صوم صوم ولا ممكن يطعم؟ نقول الولي مخير بين هذين الأمرين، بين أنه يصوم عنه وبين الإطعام، نصوم عنه وبين الإطعام. قلنا لأن في حالة العجز عن الصوم يبقى عند ذلك نقول إنه هو يعدل إلى الفدية إلى الطعام، فنقول في الولي عند ذلك لا نلزمه بالصوم، يعني نلزموش نقول له والله لازم تصوم، يبقى نقول صام عنه وليه، يبقى كأنه حيؤدي هذا الحق عنه، ونقول إن الولي مخير بين أمرين، قلنا بيتحمل ذلك عن غيره، فيخير بين أمرين، إما إنه يصوم كصوم فعلا يقضى عن ذلك الميت، أو إن هو بدل أيام الصيام بعد ذلك تكون الفدية للمساكين. يبقى الكلام ده بالنسبة للولي مخير، إن حتى لو كان ذلك الميت من أهل الصوم، يبقى نقول هو أصيب بمرض، مرض يرجى له البر، فأفطر هذه الأيام الثلاثة، انقضى رمضان وتمكن من قضاء ولم يقضي، فمات قبل أن يتمكن قبل أن يقضي ما عليه من أيام، نقول عند ذلك صام عنه ولي، نقول للولي أنت مخير بين أمرين، إما أن يصوم هذه الأيام الثلاثة كصوم، وإما أن يكون هناك إطعام، لأن إحنا لا نلزمه بهذا الواجب الذي كان واجبا على غيره، ولكن إلزامه حيكون من ناحية أنه يخير بين هذين الأمرين. وقال أيضا أن هذا سمي الإطعام صياما على سبيل المجاز والاتساع إذا كان الطعام قد ينوع عنه، قال ومن ذلك ما قال الله تعالى أو عدل ذلك صياما، فدل على أنهما يتناوبان، يبقى اللي هو في الأحكام اللي هو الصوم والإطعام. قال وذهب مالك والشافعي لأنه لا يجوز صيام أحد عن أحد، وقول أبي حنيفة وأصحابه، وقاسوا على الصلاة ونظائرها من أعمال البدن التي لا مدخل للمال فيها، قالوا إذا مات وعليه صوم فرض لا يصوم عنه أحد، قال لأن دي من الأعمال، يبقى هذه فرائض عينية، هذا من فرائض الأعيان، يبقى انشغل الذمة كل إنسان وليس فيها النيابة، معنى كلام النية هذه أعمال ليس فيها النيابة، قال زي الصلاة، يبقى الصلاة دي نقول من فرائض الأعيان ليس فيها النيابة، غير الحج، الحج ورد فيه كلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فجانب العلماء قال يجوز صيام أحد عن أحد، وقول أبي حنيفة وأصحابه، وقول
حنيفة أصحابه وقاسوه على الصلاة ونظائرها من أعمال البدن التي لم يدخل المال فيها. واتفق أهل العلم على أنه إذا أفطر في المرض الصبر ثم لم يفرط في القضاء حتى مات فإنه لا شيء عليه ولا يجب الإطعام عنه، كما بينا لو هو يبقى لم يتمكن من القضاء، قلنا كنتيجة المرض امتد فعجز عن القضاء فمات، يبقى عند ذلك لا نصوم عنه وكذلك لا نطعم عنه. قال إن نظر قضى عنه وليه. فالعلماء بيوجهوا هذه الرواية التي ذكرها ابن عباس رضي الله عنه، في رواية ابن عباس قالوا إن هو هذه المسألة تطبق صام عنه وليه، قال إن كان صوم نذر، قالوا إن كان صوم نذر، قالوا لكن لو كان صوم فرض يبقى فرض رمضان، قال لا يقضى عنه، قالوا لا يقضى عنه، وكأن قالوا إن النيابة دخلت في صوم النذر، ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم صام عنه وليه إن مات عليه صوم صوم نذر، قالوا بناء على رواية ابن عباس. فعند ذلك قالوا رواية عائشة مطلقة ورواية ابن عباس مقيدة، ودائما المطلق يحمل على المقيد، المطلق ده يحمل على المقيد. فقالوا المقصود من كلام عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه صيام، قال أي صوم نذر، صام عنه وليه، بناء على رواية ابن عباس رضي الله عنهم. قالوا أما صوم الفرض فعلى ذلك ده من فروض الأعيان، وده على قول الإمام الشافعي رحمه الله قال لا يجوز صيام أحد عن أحد، زي ما يجوز صلاة أحد عن
ذكر أيضا رواية عن أنس رضي الله عنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام بعضنا وأفطر بعضنا، قال فلم يعني الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، ما حدش يعني عاب على الآخر، قال فلم يجد الصائم على المفطر ولا الصائم ولا المفطر على الصائم، يعني إزاي تفطر أو إزاي تصوم يعني ما حدش عاب على الثاني. قلنا لأنه كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء أفطر، يقول الله أنت مخير بين الأمرين، مخير بين الأمرين، يبقى نقول والله اللي أفطر ده لا يعيب على الصائم والصائم كذلك لا يعيب على المفطر. قلنا هي رخصة في حال السفر، وبالتالي جاز لك أن تفطر ابتداء حتى لو وجد الإنسان القوة على الصوم. في بعض الأحيان يجد الإنسان القوة على الصوم يقول له طب ما تصومش ليه، يقول لا دي رخصة ربنا سبحانه وتعالى أعطاه هذه الرخصة، فإن أفطر مع وجود المقدرة على الصوم في السفر نقول على ذلك أخذ بالرخصة ولا يعاب على ذلك الإنسان، لا يعاب على هذا الإنسان. فكما قال أنس بن مالك رضي الله عنه سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام بعضنا وأفطر بعضنا، قال فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وإن كان الصحابة رضي الله عنهم فقهاء في ذلك الأمر، وإن الأمر ده راجع إلى اختيار الإنسان، راجع إلى اختيار الإنسان، وبالتالي لا حجر على فكري ولا على اختياري، إن اختار الفطر أفطر وإن اختار الصوم صام، إن اختار الفطر مع وجود المقدر على الصوم أفطر. قلنا لا رخصة ربنا سبحانه وتعالى أرخص فيها للمسافر أن يفطر في رمضان ثم يقضي في عدة من أيام أخرى كما قال ربنا سبحانه وتعالى. كذلك أيضا في رواية عن قزعة قال أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه ويفتي الناس وهم مكبون عليه، قال مكثور عليه وهو مكبوب عليه، فانتظرت خلوته فلما قال سألته عن صيام رمضان في السفر فقال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان عام الفتح فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ونصوم حتى بلغ منزلا من المنازل، فقال إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، قال فأصبحنا منا الصائم ومنا المفطر، قال ثم سرنا فنزلنا منزلا فقال إنكم تصبحون عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، فكانت عزيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد لقد رأيتني أصوم مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وبعد ذلك، يبقى قال بعد قبل القصة دي وبعد القصة دي، لكن كما ذكر أن الأمر كما فهم الصحابة رضي الله عنهم الأمر فيه تخير، يبقى منا الصوم منا المفطر، لكن لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تصبحون عدوكم خلاص ده اللقاء بينه وبين العدو، يبقى خلاص نقول صباحا كده حيلتقوا مع العدو، قال والفطر أقوى لكم فأفطروا، يبقى دي كان أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فكانت عزيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
النبي بيان جواز صوم الفرض للمسافر إذا صام، وإنه صومه صحيح كما دل على ذلك هذا الكلام الصريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لو صام في السفر يقضي مكان، نقول لا. يا ترى لا يجزئه؟ نقول لا يجزئه، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكما نقل سنة الصحابة رضي الله عنهم. قال اختلف العلم عن ذلك في أفضل الأمرين، ترى إيه الأفضل، الفطر في السفر ولا الصوم في السفر؟ فقال اختلف أهل العلم عن هذا في أفضل الأمرين، فقال الطائفة أفضل الأمرين الفطر، وقال الطائفة الأمرين أفضل الأمرين الصوم في السفر، وقال الطائفة أفضل الأمرين أيسرهما على المرء، لقول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إن كان الصيام أيسر عليه صام، إن كان الفطر أيسر فليصوم. وطبعا ده القول المناسب، القول ده قول المناسب، أيهما أفضل، أفضل الفطر في السفر ولا الصوم في السفر؟ البعض قال الفطر في السفر عشان دي رخصة، والبعض قال الصوم في السفر لأن هو الرخصة دي لم تثبت العزيمة، والبعض قال يعني أفضل الأمرين أيسرهما على المرء. والمرجع ده لحال المرء، يقوى على إيه؟ لو كان يقوى على الصوم يبقى الصوم أفضل في حقه، لو كان لا يقوى على الصوم فالفطر أفضل في حقه. قال إن الله تعالى كما قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إن كان الصيام أيسر عليه صام، وإن كان الفطر أيسر فليصوم. يبقى ده أفضل الأمرين مرجعه إلى حال الشخص ذاته، حاله يقوى على إيه؟ إن كان يقوى على الفطر أفضل، إن كان يقوى على الصوم وقلنا إن صام وأفطر يبقى لا عتب على الإنسان عند ذلك في الأمر. لكن يبقى أيضا الإنسان لو كان يرى بنفسه أنه ليس من أهل الرخص، أو أنه يعني نقول الإنسان كده وكأنه يرى في نفسه يأثم لو أخذ بهذه الرخصة فأفطر في السفر، فأوجب عليه العلماء الفسق، أوجب عليه العلماء الفسق. الإنسان كده يقول لا أنا اللي زي ما يفطرش في السفر، أو أنه يرى كده أنا أشعر بالإثم كده لو أفطرت في السفر. العلماء وجب عليه الفطر، فوجوبا بقى في الحالة دي وجب عليه الفطر، قلنا حتى لا يكون منكرا حكما من الأحكام التي ورد عن طريق الشارع. يبقى دي مخافة على حال الإنسان ده، يبقى الخوف عليه، قلنا ممكن يقع بعد ذلك يقوم برفض الرخص، قلنا هذه رخصة ربنا سبحانه وتعالى أجاز لك الفطر في السفر، فلو أنكر ذلك الأمر مخافة إنكار القلب لهذا الحكم الأحكام، فوجب عليه عند ذلك الفطر في السفر. يبقى يجب عليه نقول مع أنه عنده القوة لتحمل الصيام، نقول لكن في حقه وجب عليه الفطر، قلنا حتى لا يكون هناك مدعاة لإنكار حكم من الأحكام أو رخصة من هذه الرخص التي تتصدق بها علينا ربنا سبحانه وتعالى. ونرجع كلام إذن الله سبحانه وتعالى عن باقي أحكام هذه الترجمة إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.